إذا بقول لك بعد المباراة تروح كشتة وتختار ثلاث لاعبين من لاعبين القادسية، منو تختار؟ اللي أنا أعرفه بس في القادسية بدر مطوع بس. تاخذه معك كشتة؟ ناخذه كشتة. بدر مطوع يشوي، يشوي دياي لحم، والصولة يعلمني ليبي. أنا بطبخ ريش، والصولة كباب، بدر عايز. ضبطة كبسة حاشي. إيه؟ الله الله، شغل طيب. وين راح تروحون أي منطقة؟ صباح أحمد. من حولي صباح أحمد؟ أنا جاي من صباح أحمد الحولي على شان. هو دوره يجي. اختار ثلاث لاعب. عيد يطبخ، خالد يولع النار، بدر المطوع يطبخ، ملوخية. بدر المطوع يعرف يطبخ بس. ايه اخذ بدر المطوع، اصنع لنا قهوه. خالد ابراهيم تشويت بس مبارك وبدر. يعني شنو الطبخه؟ كبسه. من راح يطبخ؟ لا مشوش اكيد. بدر المطوع راح يطبخ. انت ولا بدر المطوع؟ اكيد انا.